فضيلة الشيخ وفقكم الله، أبيار علي رضي الله عنه هل سميت بذلك نسبة إلى الخليفة الراشد؟ أبد أبد، هذه اسم ما لها أصل، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في منسكه، يقول ما لها أصل تسميتها أبيار علي، ما لها أصل، إلا أنهم يزعمون أن علي قاتل فيها الجن، عاد علي قاتل الجن، هذا كذب ولا ما له أصل. نعم.